أرضنا بداية الحلم، الأرض اللي دفعنا فيها دم قلبنا ولسه هندفع فيها تاني. مش مهم خالص، المهم أنت وأنت بتدفع في أرضك ملكك. الأهم بقى اللي احنا نشتغل ونشغل دماغنا ونشغل دراعاتنا. أنا عايز الأرض تجيب فلوس، تمطر فلوس. نفسي كل الناس تعرف إن ولاد توفيق بيعرفوا يشغلوا دماغهم صح، مش شايلينها فوق كتافهم عيرة كده. إن شاء الله ربنا هيكرمنا آخر كرم وهنحقق كل اللي بنحلم بيه. لا نحلم. المهم بقى يا محمد إننا نفضل نحلم. إيه منك ليه؟ أنا عايز بدل ما أحلم والكلام الفارغ ده أعرف أنا دفعت كام وهكسب كام وكام ده بكره هيجيب لي كام. لا أحمد، الموضوع ده ما فيهوش هزار. لا والله ما فيه هزار أحمد، والله ما فيه هزار. هو ده الفرق اللي بينك وبينه، أنت مش هو وهو مش أنت. أنا بقى واخد أحلى حاجة فيكم أنتوا الاتنين. أنت عارف مقولة أحلم بالمستحيل تعمل الممكن؟ لا معرفهاش. خلاص أنا آسف، ولا كأني قلت لك حاجة، المهم تفتكرها دلوقتي وتعمل بيها. ماشي. عارفين يا أولاد أنا نفسي في إيه؟ أنا شخصياً عارف. وأنت يا أحمد؟ يعني بشرط يعرف وأنا لأ، طبعاً عارف. طب نفسي في إيه؟ نفسك تجيب آخرها. أيوة. يلا يلا. 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 الله. ألف مبروك يا أخ أحمد. الله يبارك فيك يا عمر، الله يكرمك. هي مفاجأة فعلا، ربنا يبارك لكم فيها. عرفت بقى أنا كنت مخبي عليك ليه؟ لو كنت قلت لك كنت حرقت المفاجأة. خير ما فعلت يا أخ محمد. الله ما بلاش أخ، دي بقى بيت أتشائم منها يا عمر. أستغفر الله يا أخ أحمد، أستغفر الله. لا يا سيدي ما أقصدش والله، أنا بس أقصد يعني إن إحنا فعلا كلنا إخوات، من غير ما أقول لك يا أخ يعني، لولا أنت أخونا كنا جبناك هنا. اعتبر نفسك كده زي أخونا فتحي. يا سيدي واللي ليك والله العظيم أكتر من اللي لينا. طيب انا عايز افهم ايه المطلوب مني بالظبط عشان اقدر اعمله. مطلوب وجودك هنا وامانتك وضميرك وعلمك يا دكتور. بص يا دكتور، دلوقتي يا حبيبي انت مشهود لك بالتفوق والكفاءه، كل اللي مطلوب من حضرتك انك تهتم لنا بالثروه الحيوانيه اللي موجوده في الارض هنا وتطلع علينا منها اعلى انتاج ممكن، واحنا علينا ننفذ لك كل طلباتك. تقول عايز كذا تلاقي، هاخد كذا تحت امرك. على فكرة احنا ممكن نعمل لك استراحة هنا تقيم فيها لو انت عايز، وعلى فكرة برضه الفلوس اللي قال عليها زي ما انت عايز. يا جماعة الموضوع مش موضوع فلوس، انتوا عارفين الفلوس دي اخر حاجة، كفاية ثقتكم فيا. انا بس عشان اكون امين على الحاجة اللي انتوا هتأمنوني عليها عايز اعرف عدد المواشي الموجودة هنا قد ايه وتصنيفها ايه. احنا عدد المواشي اللي عندنا محدود جدا، عشان كده انا بفكر جديا اني اخد كل المواشي اللي عند الفلاحين. انت هتشتري كل المواشي اللي موجوده في البلد؟ لا هاجرهم. تاجرهم ازاي يا سيدي؟ انا هعمل اتفاق مع الفلاحين، مالكش انت دعوه، هاخد المواشي والفلاحين قاعده في بيوتهم، هتولى انا بقى رعايه المواشي من ناحيه العلاج الاكل الشرب، بس على شرط الاتفاق معاهم يكون بعقد سنوي، ياخدوا اجارهم هم كل شهر وما لهمش دعوه، كسبت انا خسرت ما لهمش دعوه. انت بقى عليك تعمل لنا نظام يضمن اعلى انتاج واعلى ربح. وعلى فكرة لو عايز تاخد نسبة ماشي، مرتب ماشي. يا أخ أحمد أنا الفلوس دي مش مهمة عندي خالص، أنا عايز بس أطرح عليك فكرة إن أنت ممكن تشتري مواشي بدل حكاية الإيجار دي، لأن حكاية الإيجار دي مش مضمونة، خصوصا إن أنت قلت إن الإيجار ده مع الفلاحين هيكون لمدة سنة. مين يضمننا إن الفلاحين ممكن يمضوا معانا سنة تانية وتالتة؟ ياكن يا أخ عمر، احنا قلنا ايه؟ انا مؤاخذه ليكن يا عمر من غير اخري خالص. دي البهيمه عند الفلاح زي عيل من عياله، في حد هيقدر عياله يا دكتور؟ يعني هو في حد بيبيع عياله صباح؟ انما بيبيعوا بهايمهم. ايوه يعني البهيمه مش زي العيل يا صباح، وبعدين اللي عنده بهيمه هتفضل بهيمته برضه وهياخد فيها فلوس كمان. والله انا اول مره اسمع الكلام ده. ما هو ده الجديد. بس لازم انت تبقي مقتنعه عشان تعرفي تقنعي الناس التانيين. والله يا دكتور انا من ايدك دي لايدك دي وهعمل اللي انتوا عايزينه، بس انا بقول لك اهو من دلوقتي الفلاحين مش هيردوا، وان رجعوا النهارده هيرجعوا في كلامهم بكره. هو ايه ده اللي يرجعوا في كلامهم دول؟ احنا هنمضي معاهم عقد لمده سنه. سنه بحالها؟ طب افرض يعني واحد فيهم اتزنق ولا اتحوج وعايز يبيع البهيم. لا قدر الله، في الحاله دي بقى احنا هنشتريها، وبعدين ان شاء الله ربنا لا هيحوجهم ولا يزنقهم، احنا هنديهم الايجار بتاع البهيمه كل شهر، واللي عايز يجي منهم يشتغل يتفضل، وبرضه هياخد مرتب كل شهر.
والله يا دكتور انا هعمل اللي عليا واقول لهم وافقوا وافقوا موافقوش انتوا نصيبكم بقى. ايوه بس احنا مش عايزينك تقول لهم، احنا عايزينك تبداي بنفسك وتاجري لنا البيت بتاعنا. يا ريت يا دكتور ما كنتش اتحوجت للي يسوى اللي ميسواش، ده انا ما حلتش غير معزه وشويه فراخ. ما احنا عارفين يا صباح، عشان كده جايين نتفق معاك نجيب لك بهيمه وترجعي انت تاجريها. بالذمه ده اسمه كلام ناس عاقلين يعني ولا مؤاخذه؟ لا هو فعلا مش كلام ناس عاقلين، بس احنا من غير ما اي حد يعرف هنشتري لك بهيمه وتقولي انت للناس انك رهنت البيت وبقت المعزه والفراخ عشان تشتري البهيمه وتاجريها لنا. اهم حاجه انك تقولي للناس كده الحكايه تتنشر في وسط البلد كلها، يجوا جري علينا اجروا لنا بهيمه. شفت الحكايه سهله ازاي؟ حق يا دكتور، ده العلم نور والجهل واكسه بعيد عنا. اكيد الحكايه دي انتوا درستوها في الجامعه او قريتوها في الكتب. احنا درسناها في الجامعه صباح. لا وخدي بقى المفاجاه الجامده دي، البهيمه اللي احنا هنجيبها لك هديه مننا ليك يا ستي. المهم اول ما تقابلي الناس اللي ما يتبلش في بقهم فوله تحلي فيهم ما يقولوش لحد. ده انا نمبر الطاسه كده كمان وكمان وابصم بصمه كمان يا خضر، ولع لك حجر خليها تولع. لا 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 ده انا مش قادر، لا قادر ولا شايف قدامي. الصوت اللي انت بقى ابو الحاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور خطوه عزيزه يا دكتور. مش باين يا حاج. ازيك يا خضر؟ الله يسلمك يا دكتور. معلش واضح ان انا جيت في وقت مش مناسب. مش مناسب ليه بقى ان شاء الله؟ يعني عشان الريحه اللي انا شاممها وانا جاي من بره دي. ريحه ايه يا دكتور؟ اعمل حجر كبير للدكتور. لا 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 كبير وصغير ايه، لا انا ماليش في الموضوع ده خالص. امال ليك في ايه؟ مزاجك في ايه يا دكتور؟ انا مزاج الشغل وبس يا حاج. طب والنسوان ايه؟ مالكش في النسوان؟ ابصم ابصم اخيرا. لا لا ان شاء الله ان شاء الله يبقى ليا فيهم، بس يعني بالحلال يا حاج. بص في حاجتين ماليش فيهم، لا الحرام ولا البصم. افهم بقى ايه سر الزياره الميمونه دي. على عيني يا حاج. بقول لك يا خضر، ما تروح لحد الصين ما تجيبش حاجه وما تجيش. اتكلم يا دكتور، ابويا الحاج محي ما يخبيش عني حاجه. روح انت يا خضر روح. ماشي بالاذن يا دكتور. من غير اذن يلا. بص بقى يا محي، ومعلش اسمح لي اقول لك يا محي من غير يا حاج، دي اول حاجه. تاني حاجه هتسيبني اتكلم لحد ما اخلص كلامي وبعدين انت تتكلم. انا بقالي في البلد دي ارض كبيره قوي ما تعرفش تجيب اخرها بعنيك، وكمان بقالي في البلد دي ناس بتحبني عزوه يعني، ولسه هيبقى لي في البلد دي حاجات كتير قوي 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 مش هتعرف تعدها. وكمان من البلد دي انا ناوي اتجوز صباح اللي انت رحت تهددها. يعني انا بكده سديت عليك كل المنافذ والاخرام اللي ممكن تضايقني او تعرفني منها، وسبحان الله في لمح البصر بقيت انا الحق وانت الباطل. يعني بلغه نشره الاخبار والاحاديث التلفزيونيه دانت لي السيطره. الله 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 الله، انت جاي تهددني في داري ولا ايه يا دكتور؟ انا جاي اديك فرصه اخيره، يا تعرف تستغلها يا ترفضها. بس في حاله ما ترفضها قسما بالله لو جيت بعد كده علشان تبوس ايدي هرفض. قلت ايه؟ قلت خدها يا دكتور. طب مش تعرف ايه ده؟ عرفها لي يا دكتور. طب مش تشد نفسك وابصم كمان. الفرصه هي انك هتشتغل معايا بالطريقه وبالنظام اللي انا احدده. طب ايه الفرصه في كده؟ الفرصة انك هتشتغل معايا مش عندي. في حالة ما تنطق حرف او كلمة غير انك موافق حتى انك تشتغل عندي مش هبطلها. العميل حتى لو جه ياخد بيضة واحدة انا برضو بديها له بسعر الجملة. ازاي يا شيخ عمر؟ الله كده تجار الجملة ممكن يزعلوا، لازم يحسوا برضو انهم مميزين. لا 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 بالعكس بالعكس، انا شايف بقى ان الراجل من دول لو جه عشان ياخد بيضة واحدة ده هيشجعه انه يشتغل بعد كده في الجملة ويروح يوزع في اماكن احنا ما بنروحش نوزع فيها. بالظبط كده، التمييز ممكن يخلق لنا مشكلة احنا مش قدها، وبعدين احنا بنعامل كل الناس زي بعضيها، وبعدين السعر اللي احنا بنبيع بيه ده ارخص سعر في مصر كلها بالنسبة للمنتجات المماثلة. واللي احنا بنبيع كيلو اللحمة بكام؟ ب 150 قرش. معقولة؟
ده وصل الجيزة ب 160 و 180 قرش. مش مهم هو بقى في الجيزة بكام، المهم ان السعر اللي احنا بنبيع بيه بنكسب من وراه كويس قوي بعد ما بنوفي كل التزاماتنا. وبعدين احنا لو فضلنا ماسكين على السعر ده الناس حجينا احنا مش هتروح لغيرنا. قول لي يا شيخ، هو احنا نخسر لو بعنا الكيلو بكام؟ لحمه ولا فراخ؟ لا لحمه، انا والمصريين كلهم يهمنا اللحمه. لو بعنا كيلو اللحمه ب 130 قرش نخسر. نخسر لو ب 130 قرش، انما لو بعناه ب 140 نكسب. نكسب ان شاء الله، بس كده هيبقى فيه مخاطره كبيره قوي. مخاطره ايه بقى؟ واحنا بنكسب في اليوم من اللحمه تقريبا كده حوالي 17000 جنيه. ده في حاله ما تبيعه ب 150 قرش. مظبوط. تعال لي هنا، لو انت كده يبقى عايز تعمل في اليوم 11000 كيلو عشان تطلع ب 17000 جنيه. مظبوط. يبقى انت عايز عشان تبيع لو ب 140 عايز تعمل 12000 كيلو. مظبوط. مظبوط ازاي يا شيخ عمر؟ ما هو كده المكسب بيقل والتكلفه بتزيد. بس احنا هيبقى عندنا مشكله، ممكن ما يتوفر لناش الزباين اللي تشيل الكميه الكبيره دي كلها في اليوم الواحد، خصوصا ان مزرعتنا بعيد جدا عن البلد. يا سيدي احنا نوفرهم، احنا نجيبهم، امال الشطاره فين والجدعانه فين والمسؤوليه فين؟ مش بس كده، احنا ممكن نعمل 18000 جنيه في اليوم مش 17. وهتيجي ازاي بقى دي يا باشمهندس الدكاتره؟ بالاتوبيس لحضره الظابط. والاتوبيس ده سيادتك رقم كام؟ يا جدع اسمعني بقى، الله، احنا هنجيب اتوبيسين نحطهم في ميدان الجيزه، ونجيب اتنين هتيفه يقعدوا قدام الاتوبيس. كيلو اللحمه ب 140، كيلو اللحمه ب 140، والتوصيله هديه للعميل. بس يا عمنا مش واحد ولا اتنين ولا ثلاثه هيجوا، ناس كتير قوي هيجوا، وبدل ما هنبيع 12000 هنبقى عايزين نبيع 13 و14000 كيلو. برضه زي ما قلت لكم المكسب هيقل والتكلفه زايده. يا سيدي مش مهم، الله، مكسبنا مش فلوس وبس، اسمنا كمان هيكبر، بارك الله في برازة، والاسم يكبر وسمعتنا هتطرطش في مصر كلها. هيبقوا حاجتين، اسمك وراس مالك الاثنين مع بعض، اسمك كبر راس مالك كبر، الاثنين بقى يكبروا ببعض ويزغطوا ببعض. يا دكتور احمد، اسمك انت ولا اسم اخوك فتحي ولا اخوك محمد؟ ما كلهم واحد يا اخ حبشي. ما بلاش يا اخ دي بقى. يا جماعه يا جماعه، احنا محتاجين اسم واحد بس ويكون منور كده. طيب ايه رايكم في اسم شركه ولاد توفيق؟ ايوه، عشان ابوك يقطعك في المصمت. لا لا، ده ممكن كمان يطلب نسبه في الارباح. ايوه، بس انت عشان تعمل شركه باسم اولاد توفيق لازم تاخد موافقه الوالد. انا طب وايه المشكله؟ عندنا مشكله تانية كمان. خير؟ لازم يكون عندنا مسؤول عن الزراعه، لان محمد اخوك مشغول معاك على طول، واحنا كده محاصيلنا زراعيه ممكن تتاثر. وبعدين احنا عايزين نكبر، واللي عايز يكبر لازم يبقى عنده نظام. بارك الله فيك يا شيخ عمر. انت عايز مني ايه؟ عايز يكون